السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ديدي 307 اللي بالبومب هاش بي تخدم، كي خدمها نسمع التقطيق والترشيق، ما معناها الموتور ماهوش مستقر جملة، البريسيون تلافة يسمع كل هي تعمل طق طق، ما فهمهاش منين. من بعد بدل لها 4 انجكتارات وكل شيء، ولات التقطيقة ولات أكثر من اللازم، عرفش نسكتها ونسمعك إن شاء الله تسمع بالباهي. شفتها سمعتها وحدها تسمع طق طق، بعدين تتلمسي بالقوي يتنحى التقطيق. اسمع، مش عارفين وين درا الانجكتارات، ما هو مش باهي، حيث كانوا يخلوا في ترهب أخرى من رجلي، وأن نكون في الهاش بي هي اللي جزت مش قاعدة تبع في المازوت كما هو كان. وهذا هو راهي كان في الكرهب من رجلي عنده لها، كي ولات تعمل له كي توصل البريسيون في 3 ولا في 2.5 تسمع التقطيق هذا، وبعد يتنحى يمشي على روحه بعد يكمل يزيد. كي بدل 4 انجكتارات هذوما دوبا ما يخطف يسمع التقطيق، من بعد يتنحى كي لانسي ساعات تمشي وحدها الكهرباء وتسمع الطق طق، مش عليه معناها يحرق بالفارة. هذه هي بروسس. اسمع، وحدها جربنا، بدلنا الكابتار هذا، بدلنا الكابتار هذا، نظفنا التيربو، شفنا الانجكتارات نظفناهم، شيء باقي المشكله هي بيده، ما عرفناهاش فنية. وسبحان الله بالزر عملت فيديو، بعثت السي مختار هذايا في تونس، بعثت له قلت له عندي 3 سوسات هذايا هاي جديد 2 لتر، عنده خبرة كبيرة مصلي على النبي عليه، وريته فيديو وبعثته له، قال لي جرب نظف الحساس الرومب اللي هو يركب لهنا بالضبط. شفتوا الكابتر الأحمر هذاك اللي هو الحساس الضغط الديزل اللي يركب على هذه، قال لي جرب نحيه ونصفه وعاود جرب شوف. حسيلو نظفناه وكل شيء وعاودنا جربنا، سبحان الله يا سبحان الله، المدارق مش عليه ماهوش كان ما كانش كما يطقطق كما العادة، سبحان الله. الكرهبة دي مشيت قداش من ميكانيسا إيطالي طلين يحكيو بيهم طلين ومطلين، اللي يهزهول يقولوا الموتار هذايا في بيلة مكسرة بدل الموتار، اللي يهزهول يقولوا بدل الموتار. جاتني الفكرة قلت خلينا نبعث الفيديو هذايا سي مختار فماش ما يعطيني الحل، وتبارك الله عليه ما شاء الله عليه ربي فضله، قال لي نظف الحساس ما قاليش بدله، قال لي نظفه وجرب الموتار. اني هاطا وهبش اني نظفت الحساس صا وهبش نجرب نخدم وتسمع الموتار كيف هناك كيفاش كان كيفاش يدور الدوريجين نتاعو. تفضلوا بسم الله. يخطف خطفت سمعكم الموتور، فر الموتور رجع يخدم يدور المراكل، لا بدلت الروم ولا بدلت شيء، هيس نظفته بال اللي جي فوا ديكي ومسكته وعاود حطيته وخدمته كده برجع بدونه الطاين الكل، معناها حتى كيف قلت لهم قاعدين حالين فاهم قال كيفاش معناها ما يجي كان الحساس عمي جاز نسيت وزم وجدا وشي، هو جسر الحساس هي قريب خبرة الموتار رجع دونه الفرق الموتار يدور كلا عاد وفيش حتى مشكلة بارك الله فيك سي مختار وربي يطبقك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أحد الإخوة يعني يعيش في إيطاليا أو يخدم في إيطاليا، كان بعث لي فيديو عنده 307 307 اتش دي 2 لتر 2 لتر عنده مشكلة في المحرك، والمشكلة هذه يعني ما دار بيها حتى على الميكانيكية في إيطاليا والورش في إيطاليا،
واحد يقول له غير البخاخات اللي هم الانجكترات، واحد يقول له غير الحساسات الفلاني، واحد يقول له غير فلتر المازوت، وواحد يعني يقول له في الديوكريستيك ما يخرج شيء اللي بس عليها، وواحد يقول له في الاخر بالكل قالوا له بغير موتور، غير محرك، لان هذا ما فيهاش فايده، لان ما هيش باش تصلح. قلت له ابعث لي فيديو، بعث لي فيديو رغم اللي هو قصير وكذا، لكن فهمت منه المشكل بالضبط، وتواصلت معاه يعني، قلت له زيد فهمني اكثر، زاد ابعث لي فيديو اخر يعني واضح فيه اكثر. درست الموضوع وخرجت بحل المشكل. هو الحل في حد ذاته صعيب شويه وبسيط عندي انا، بالنسبه لي انا عندي انا بسيط، لما عند غير يكون صعيب شويه. وكما قلت لكم يعني حتى وقت اللي سمعوا الكلاين باللي انا يعني زي ما تقول صلحتها له بالتليفون يعني بفيديو، ما خسر حتى مليم يعني، ما خسر حتى اورو، قال الرسم يعني بالفيديو، وريته اشياء باش يعملها، وقلت له ما تغيرش غير نظف الحاله الفلانيه واعملها، وتو تشوف التغيير اذا كان فما تغيير ولا لا. وكان الامر كذلك، سمع كلامي وحل القطعه اللي انا قلت له عليها. طبعا راني وريته راني الفيديو قبل، انا كتبت عليها تعرف المشكله من صوت المحرك، وحل القطعة ونظفها ورجعها، وبعث لي فيديو فرحان ويشكر. إن شاء الله اللي كل من يقصدني ويحصل في مشكلة قالوا لي حل. المهم تصبر علي شوية، لأن يعني كي تكثر علي الفيديوهات ما عادش نعرف وننسى حتى هذا الأول ولا هذا الثاني، وفما اللي ننساه حتى ما نعرفش نجاوب. ماذا بيكم اللي نفوت له مثلا نهارين ثلاثة أربعة ما نجاوبهاش، يعاود لي فيديو اخر، مش يقول لي راني بعت لك، لا يعاود لي فيديو اخر يبعثه لي، باش هكا نتذكر الفيديو نتاعو ونعاود نحاول. وفما اللي هو مثلا ما لقاش حل، نحطه كيما هو يعني، ما غير ما نعمل عليه الشرح نحطه زي ما هو. لا يعني لعل وعسى واحد من الشباب مر عليه المشكل هذا، او واحد من الاخوه المتابعين مر عليه المشكل هذا، يعطيه حل. انا مش كل شيء نجم نحله يعني، مش كل شيء نقدر نحله، فما حاجات تفوتني او انا ما نفهمش الموضوع بكذا، خاطر انا نحب التفاصيل هكا، التفاصيل المملة نحب هذيك نحب نسمعها من عند صاحب السيارة. كما جاوني برشا للمحل يعني بالسؤال هذا ولا هذا وهذا، اللي قالوا المشكل نتاعو. تو باش نحط لكم الفيديو اللي فيه المشكل والحل، وتعطوني رايكم، وان شاء الله كل من يقصدني يروح فرحان. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.